لطالما قلنا بأن المسجد الأقصى والقدس عموما هي لب القضية الفلسطينية، وهي جوهر الصراع بيننا وبين هذا الاحتلال. الاحتلال الصهيوني لا ينفك بين الحين والآخر أن يقوم بمحاولات جس نبض شعبنا الفلسطيني ومن خلفه أمتنا العربية والإسلامية من خلال تزايد الاقتحامات و الهجوم على المصلين واعتقالهم وإبعادهم حتى عن المسجد الأقصى، ليرى نبض الأمة كم هو حي وكم هو موجود. بفضل الله تبارك وتعالى حتى الآن كان شعبنا الفلسطيني بالذات أهلنا في القدس، يعني هم الجدار الأول في الصمود أمام هذه الهجمات. وما رأيناه اليوم وأيضا بالأمس وخلال الأيام القليلة الماضية من قبل الاحتلال هو جولة جديدة في هذا الإجرام الصهيوني المتواصل، ونحن دعونا إلى استمرار التواجد في المسجد الأقصى خلال الأيام القليلة القادمة، ونحن نؤكد على ذلك وثقتنا بأهلنا. ودعني أسألك بخصوص أو فيما يتعلق بردة فعل السلطة الفلسطينية مؤخرا ما أدلى به السيد محمود عباس من أن السلطة في حل من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال والحكومة الأمريكية، كذلك ردا على خطة ضم المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن. ما أعلن عنه أبو مازن خلال الأيام القليلة الماضية هو يتوافق تماما مع موقف الحركة منذ زمن، الذي يؤكد على أنه مشروع التسوية هو مشروع فاشل وأنه قد وصل إلى طريق مسدود، والانسحاب من التبعات والالتزامات مقابل الاحتلال وبالذات الأمنية والاقتصادية ومطلب فلسطيني شعبي وفصائلي مضى عليه سنوات طويلة. وحتى مؤسسات منظمة التحرير سواء المجلس الوطني أو المركزي سبق أن اتخذوا قرارات بهذا الشأن لكنها لم تطبق من قبل. ما نأمل الآن أن يكون هناك تطبيق حقيقي وميداني لهذه المواقف الأخيرة، خاصة بعد أن ثبت للجميع أن الاحتلال لا يريد أن يعطي الفلسطينيين الحد الأدنى من حقوقهم، وأن هناك إدارة أمريكية متغطرسة ومتعجرفة تدعم هذا الاحتلال بكل قوة بل تسبقه في بعض الخطوات أحيانا. نحن في حركة حماس نؤكد على أنه آن الأوان إلى توافق وطني فلسطيني باتخاذ برنامج نضالي ومقاومة لهذا الاحتلال بكافة الساحات، وهذا يتطلب لقاء قياديا على مستوى الأمناء العامين للفصائل، وأن لا يكون تحت حراب الاحتلال، كي يقرر الجميع ما هي الخطوات التفصيلية المطلوبة لإفشال أولا خطة الضم الصهيونية ومن بعدها خطة أو صفقة الدرم. بالنسبة يعني رغم يعني الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا وربما التفكك الأمة العربية والإسلامية، لكن نحن من تجربتنا نقول شعبنا الفلسطيني قادر إذا وحد صفوفه وتحرك في الميدان على إفشال هذه الخطة. والاحتلال يعني قابل للتراجع وسبق أن أجبرناه على التراجع وهو قابل للهزيمة، وسبق أن هزمناه في أكثر من جولة سواء في الحروب على قطاع غزة أو في الانتفاضات المتوالية في الضفة الغربية. هل تتوقع سيد حسام أن تأخذ كلمة السيد محمود عباس من أنه في حل من الاتفاقيات تأخذ خطوات عملية على أرض الواقع؟ يعني هذا ما نأمله بداية، وهذا ما يتمنى ربما يعني كل شعبنا الفلسطيني. الأيام القادمة سوف يتضح أمام الجميع إذا كان هناك برنامج واضح في تطبيق هذا الموقف المعلن، وكلنا نتوق حقيقة إلى أن نرى شيء عملي وأن تكون كل القوى وليس فقط السلطة موجودة في خندق واحد لتحمل تبعات مثل هذا القرار. بالمناسبة إذا تم تطبيق حقيقي لهذا القرار وبالذات فيما يتعلق بوقف التنسيق الامني والذي هو يشكل يعني يمكن العمود الاساسي لاتفاقيه اوسلو، اذا تم تطبيق هذا الامر نحن نعتقد ان الاحتلال سوف يمارس ضغوط شديده على الشعب الفلسطيني وحتى على السلطه وعلى كافه القوى الفلسطينيه، وهذا يعني يتطلب كما قلت خلال الايام القليله الماضيه هو يتوافق تماما مع موقف الحركه منذ زمن، الذي يؤكد على انه مشروع التسويه هو مشروع فاشل وأنه قد وصل إلى طريق مسدود، والانسحاب من التبعات والالتزامات مقابل الاحتلال وبالذات الأمنية والاقتصادية ومطلب فلسطيني شعبي وفصائلي مضى عليه سنوات طويلة. وحتى مؤسسات منظمة التحرير سواء المجلس الوطني أو المركزي سبق أن اتخذوا قرارات بهذا الشأن لكنها لم تطبق من قبل.
أشكرك الأستاذ حسام بدران القيادي في حركة حماس، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.